السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. المشعل الخالد، إخراج أنور عبد العزيز. ها نحن قد استتب لنا الأمر في أرض اليمن، وغدا الحكم والسلطان فيها لمولاي النجاشي. الحمد لله الذي نصرك يا مولاي أبرهة. لقد كفينا شر ذي نواس على يد أرياط، وكفينا شر أرياط بحربة عتودة الشجاع. دام عزك يا مولاي وكتب لك النصر على أعدائك، إن الأمر لن يستتب لك في أرض اليمن ما دامت العرب تحج إلى هذا البيت الذي في مكة. ويحك يا هذا، فإني قد بنيت القلعة. مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات الإذاعية المغربية، ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب. نعم ما صنعت يا مولاي. فابعث مناديا في الناس يعلنهم بأنه لا حج إلى البيت الذي في مكة بعد اليوم، وإنما الحج إلى القليس. السمع والطاعة يا مولاي. ومن عصاني فالسيف له جزاء، لا حج بعد اليوم إلى البيت الذي بمكة. هيا مولاي أبرهة، مولاي أبرهة. ويحك، ماذا دهاك حتى تصرخ هكذا؟ العرب يا مولاي، العرب يا مولاي. وما شأنهم؟ أصابك أحدهم بسوء؟ يا ليتهم فعلوا ذلك يا مولاي، ولكن الأمر أدهى وأمر. تكلم، ماذا صنع بك العرب أيها الجبان؟ انطلق المنادي يعلنهم بأن الحج أصبح إلى القليس، وأنه لا حج بعد اليوم إلى البيت الذي في مكة، وما كاد ينتهي من ندائي. أوجز أيها الغبي، هل رفضوا الانصياع لأمري؟ بل إن رجلا من العرب غضب لذلك فمضى إلى القليس الذي بناه مولاي، فأحدث فيه تحقيرا له يا مولاي. ومن صنع هذا؟ لا أدري يا مولاي. كل ما أدريه يا مولاي أنه رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة. لأسيرن إلى ذلك البيت حتى أهدمه، ولن أبقي فيه حجرا على حجر. هيا مر الجند أن يتجهزوا للمسير إلى مكة، وسأخرج إليهم بالفيلة حتى تدوسهم بأقدامها. ما هذا الذي جئت به إلينا يا أسود؟ لقد مضيت إلى مكة يا مولاي كما أمرتني، ومعي ثنة من الجند، فسقت إليك هذه الأموال. وما هذه الإبل؟ ويحك يا أسود، إنما أردنا أن نهدم البيت الذي بمكة، لا أن نصلق إبل القوم. أين حناطة الحميري؟ سمعا يا مولاي أبرهة. امضي إلى مكة وسل عن سيد القوم وشريفهم، وقل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم يعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائهم. وإن هو لم يرد حربك يا مولاي؟ إن لم يرد حربي فأتني به من فورك حناطة. السمع والطاعة يا مولاي. نعم يا هذا، أنا سيد قريش وشريفها، وقد سمعت مقالة مولاك أبرهة، ونحن والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمته، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فانطلق معي إلى أبرهة، فإنه أمرني أن آتيه بك. حسنا، سأمضي معك. هيا بنا. مولاي أبرهة، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب الإبل التي ساقها الأسود من مكة. إذنوا له بالدخول. قد أذن لك مولاي بالدخول، تفضل يا عبد المطلب بن هاشم. صباحا،
إني أرى رجلا وسيما عظيما. اجلس هنا معي على بساطي، هنا إلى جانبي. شكرا لك. ما حاجتك؟ حاجتي أن ترد علي إبلي التي ساقها جنودك. قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين أبائك قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ إني أنا رب الإبل، وإنني البيت ربا سيمنعه منك. ما كان ليمتنع مني. أنت وذلك. ردوا عليه إبلة وتجهزوا للمسير إلى مكة، وسوف يرى إن كان سيمتنع مني. يا قوم، يا معشر قريش، إن أبرهة يسير بجنوده ليهدم هذا البيت، ولا أرى إلا أن تخرجوا من مكة وأن تتحرزوا في شعف الجبال والشعاب. وقبل أن نخرج تعالوا معي ندعو الله ونستنصره على أبرهة وجنده. لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدرا محالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدرا محالك. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. ها يا قوم، اخرجوا إلى شعف الجبال والشعاب، اخرجوا. ها نحن نتهيأ لدخول مكة. تجهزوا يا قوم وهيئوا الفيلة. إننا جاهزون يا مولاي أبرهة، وسنهدم هذا البيت ولن نبقي منه حجرا على حجر. ريحك يا أسود، تعال انظر، تعال انظر إلى هذا الفيل الذي يحملني. خيرا خيرا يا مولاي. ما هذا الذي جرى؟ إني أضربه حتى ينهض فيأبى. اضربه بالصوت يا مولاي فلعله يتحرك. تعال اضربه أنت يا أسود. إنه لا يتحرك باتجاه مكة. دعنا يا مولاي نوجهه نحو اليمن لنرى ما إذا كان هذا الفيل الخبيث يتحرك. حاول معه ما تستطيع. انهض أيها الفيل الخبيث، انهض. رباه، ما هذا الذي أرى؟ إننا إذا وجهناه نحو مكة برك كأنه ميت، وإذا وجهناه نحو اليمن قام يهرول. إن أمره عجيب حقا يا مولاي. ما هذا الذي يهبط علينا من السماء؟ إنها طيور تنقض كأنها الخطاطيف والزرازير. انظر يا عشر. مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات إذاعية مغربية. أدركني يا مولاي يا أبرهة. أدركني يا أسود. إني أموت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. وسلم بيت الله من عدو الله،
وما كان الله بتارك بيته للعابثين. شكرا لك يا رب.